إيه هي متطلبات النظام الإنشائي حسب الكود؟ يجب أن يشتمل النظام الإنشائي على التالي حسب الاقتضاء، يعني حسب طبيعة المبنى. لازم يشتمل على إيه؟ رقم 1 الأساسات، رقم 2 الأعمدة، رقم 3 الجدران، رقم 4 أنظمة الأرضيات، رقم 5 الكمرات، رقم 6 السلالم العادية والمنحدرات، رقم 7 المكونات والأنظمة الفرعية الأخرى. دي متطلبات النظام الإنشائي حسب الكود.